وأكد الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية أن ممثلي محافظة صلاح الدين في البرلمان متحدين لخدمة أبناء المحافظة ودون تمييز. فاليوم الموجود الحمد لله غير الدورات اللي مضت، النواب متعاونين وصاروا اجتماع، وبعد العطلة التشريعية يكون اجتماع آخر لنواب المحافظة. هذا واجبنا، احنا نخدمكم بالوزارات ونخدمكم بالبرلمان ونخدمكم بالهيئات ومجلس الوزراء وفي كل مكان. شلون نخدم؟ الناس تنطينا طلبات، مجلس المحافظ والمحافظ او دايركت، واحنا هذا واجبنا وشغلنا. نائب بيد وحده ما صفوا 12 نائب تهز الوزير، فاحنا نبقى ما دامنا احياء في هذا الطريق، بل نقاتل امامكم ابدا ما عدنا. هذا اسود، هذا لا اقبل اني هذا الخطاب. ويعرف اخويا استاذ محمد احنا شنو وضعنا في البناء وفي مجلس النواب العراقي، صوت مسموع وقوي ومشروعنا مشى، فالقوة اللي عندنا ما عندنا احنا سيب، احنا قوتنا الجمهور وهاي القامات الموجودة اللي اريده من اهالي في بلد. المرة الجاية نتوحد بمشروع ونجي نقول احنا صلاحتنا. هو النواب يشتغلون في بغداد لكل العراق، اما نظل نشتت اصواتنا. انا اشوف خطأ، والمحافظة اهم من البرلمان لانه المحافظة هي اللي تخلق البرلمان. فاحنا ابنائكم وخدم الأهلنا في بلد وكل الأقضية والنواحي وعموم عشائر.